من الموت اللي واش كاين واش غيكون ها خيمه كاين والو. بسم الله السلام عليكم ليكيب، صباح الخير عليكم، نهاركم زين. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، ما عزك يا وجه الله. بسم الله ما عزك يا وجه الله. شوف لي يامات هذه تاع شعبان لازم غير البارطاج برك ولي كومونتير، ليه بخمسة دقائق عشر دقائق نطلقوا جديد، كل خمسة دقائق عشر دقائق نطلقوا جديد. الأمهات اللي ما تفرجوش لي لايف تاع البارح راح يتفرجوا معنا اليوم ويشوفوا جديد. كاينة الباطة هذه ترونسبارو ممطو فيها جوا، مليحة للشربة، مليحة مش عارف أنا اللوبيا الحمص، ديري وين بغيتي يا مدام وما تسيحش ممطو كي تقل بها هكذا ماش راح تسيح لك، لأنها ليه تتقفل بإحكام كما راكي تشوفي. إذا بالكش كاين أمهات راه معنا لهنا عندهم في المنزل، هذه فيها الكات وفيها الطروا 55 45، كاينه الكبيره هذه خلاص فيها الكبيره خلاص كبيره حجم كبير راه يتهز حتى ل 5 كيلو 5 طرات، نقولوا 5 طرات 5 كيلو تسمى وهي برك. المهم باه تفهموني مليح راهم يقولوا 35، يعني شوف السلعه في الشبوب، سلعه في الشبوب. زيد كاين حوايج اللي هما اللي ننساهم انا في البلاستيك، لازم ساعات توما تنعتوهم لي. كاين هذه البوله هذه ب 10000، ديروا فيها الحميش، ديروا فيها المصيدوان، ديروا فيها واش بغيتوا. الامهات العمات ثاني ركزوا معنا، الخالات ما يركزوش معنا ما مشي بارطاجيو خلاص ارقدوا خلاص. الامهات المحظوظات برك راه ما يركزوا معنا، الامهات المحظوظات واش يركزوا معنا يشوفوا معنا الفكره هذه، الفكره هذه اللي هي بولات تاع الخميره، ديري فيها العجينه تاع المطروع، الخميره تاع المطروع، ديري فيها خبز الدار، ديري فيها واش بغيتي يا مدام. ها هذه السعر تاعها حجم كبير، هذه كبيرة خلاص، هذه الكبيرة خلاص، هذه موديل كبير قد راهم يقولوا. هذه يعرفوها غير الأمهات المحظوظات لأن هذا فيها ألوان وكذا ومنه منهيه. وهذه ديجا عفسة شابة، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. لي كومونتير هذا بداو يطلعوا يعني حق تاع ربي مانيش نقرا لاني ده كنعود نشرح الله غالب، هاني نجي نشرح انا مركزين غير على الفكر اللي راه قدامي. لا اله الا محمد رسول الله. واش راهم يقولوا كاين الا وكاين الدو كاين الطروا وكاين الكات وكاين السانك، لو ماكسيموم هم مو السانك. هذه واش والله غير فيها حتى البول دو سيسا سيس اي سي وصلت زادوا خدموا السيس فيها، هذه السيس، هذه السيس تسمى يعني كاين حتى اللي قد الباسينة بانيو بالمغط بانيو، هذه يصلح لاصحاب البيتزا. وهذه الفكرة ثاني، هذه ثاني في الشبوب، هذه يحتاجوها الامهات والعمات والجدات بالبزاف كما راكم تشوفوا فيها هكذا. جي 14 دير 220000، هذه سبيسياليتي للخضر وللفواكه، فيها ليكولير كما راكم تشوفوا واللي معانا من ليكولير، فيها الزرقاء، فيها الموف، فيها الروز، فيها البيج كذا منه منهيه. بدون تاع دقيق ثاني راه توفر، طوب شيف 32 لتر ثاني راه متوفر. نزيدو نروحو من كذا من كذا من كذا من كذا اوب نروحو الفكره هذه الفونتوز 9 بياس، هذه مولفه مين نحطوها طير الف ما كاش اليوم ما عرفوهاش، هذه اللي شكيت اليومين ما عرفوهاش. هذه فونتوز 9 بياس لازم تعنكشو فوقها، انا نتعنكشو فوقها مادام هذه بالكانوطي مليحه لا ميديتي مليحه كذا منو منهيه. المهم راهي صالح يوم يعرفوها تحسب تاع جديد بالنسبه لي. هذه كاينين امهات ولا غير قدم عليك لهنا لهنا في كليون تاعي نهار زدت انت يعرفوها نهار زدت واش من عام زايد انا دمي خاص اي والسلوخة زايد 2004 كيما بديت تخدم انت الله يبارك الله يبارك كبير اكثر منك ب 40 راك سمعت نهار بدا معايا عمك بالذهب تخدم معايا انت ما كاش تمام ما زدتش كاينه لابروس ميتاليك هذه ثاني نفس الشيء، هذه ثاني سعر تاعها في الشبوب دير 30000. دوك ننزل لكم الفائز الفائز دوك ننزلوا داير نورمالمون 5 كومونتير وخمسه خيرت واحد الصوره تعرف شوف لقيت واحد ما مكومونتي فيها واحد ما كومونتي فيها واحد على قول لقيت 4:30 ولا 4:10 تاع الصباح تسمى واحد راه معانا نورمالمون مرأة ما ضمه. دوك نشوف هذيك هي اللي خيرتها، دوك نعاود نهزلكم ندير لكم لي كابتور ديكرو ونطقوه باه تشوفوا شكون فايس. زيد حبسنا لهنا تو الكاس رصورة اللوزية او الكاس هذا شحال دايره اللوزية
هذا الكاس هذا الكاس هذا تاع الامهات راه كاين راه ما كاينش كاس روسور هذا 50000 برك الحمد لله وهذا وهذا دماس 40000 الله يبارك الله يبارك الله يبارك عاود ثبت هذا يقولوا له كاس دماس 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 مش دماس هذا هو اول كاس في الجزائر اول كاس هي تخدم به ام وليد القاطو راك معايا عاد يقولوا كاس تاع ام وليد يديروا به كيلو كيلو به كليت كليت واحد القاطو يجي مقسوم على الجهتين يديروا لكمك بكري كانوا يقولوا له يا ربي تاع المحقل تعرف القاطو تاع المحقل؟ نعرفو تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ نعرفو قول لي سالو خويا يعرفو كيفاش شغل يشبه الاخرى بكري كنا ما نديرو غير القاطو تاع المحقل بكري 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 تقول قايت الستينات والسبعينات يديروا غير القاطو تاع المحقل هذا كل دوكا عادي يديروا القاطو دوكا توفر العلم توفر كذا 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 صحيت عادوا يطيبوا لنا القاطو بلي موديل كانوا يديروا لنا الكاس دماس هذا كيديروا به كاس دماس زيد لا اله الا محمد رسول الله زيد نروحوا هاك نروحوا للكاس هذا ثاني شي شبوب ها نعجبني الكاس هذا والله غير عجبني كاين هذا الكاس وكاين هذا ثاني كاس هذا ثاني في الشبوب هذا ثاني في الشبوب كاس فيه في الشبوب كاين امهات بالك ما يشوفوش مليح راح يبان لهم هكذا كي نعود نعرض فيه يبان خير من محطوط في البطاطا الجدات هذا مليح للجدات كاس تاع القهوه هذا ثاني يفهموني بالبزاف كاس تاع القهوه هذا زيد روح طرطق الكرتون زيد روح ونطرطق الكرتون منه قول بالله راه اللوزيه اللوزيه القرعة تاع البقرة عطيها وما عندوش قرعة تاع البقرة عطيتو القرعة تاع البقرة الكاس هذا ثاني في الشبوب هذا لا ما عرفتوش الكاس هذا هو ش السيروخة هذا عندك هذا عندنا عندنا مشينا هذا هذا ليه مشينا مشيلك ما تديش اي مشينا شو ما نديش يوم مشيلك يسوني لا ثاني صون التليفون تاعي زبير ها وامين انا عيطي ها عيطك انا هذا امين هذا السيروخ هذا النوامر هذو كلهم يعيطوا كله هذه لا اله الا محمد رسول الله ابو بكر كياشا اكرمكم الله هذه ثاني في الشبوب ماشي شرط بوب هذا تقدر ديري فيها قشه معدا شغل كيما نقولوا حنا مهيو برك تقدر ديري فيها قش اشكال وانواع مختلفه زيد لخزين وذوك ذوك نطرحهم الكاس تاع البقرة القرعة تاع البقرة هذه ثاني في الشبوب تكتاش هذو ما يتنحاش هذوك النهار جرحته بالموس شغل يجي كيما نقولوا حنا مع الزجاج هذا راك بالسخانة 100% راك بالسخانة لافاش هذه لافاش قرعة تاع لافاش 25000 لافاش لافاش هذه ثاني نفس الشيء بلارة تاع الفريزة كاين حجم كبير وكاين حجم صغير كما راكم تشوفوا هكذا وهكذا كاين ب20 وكاين ب28 نفس الشيء هذه الفكرة كوب كلاس تاع الفلو ما فهمتش انا اللي خباوها الفوق هذي والله ما فهمت امينة امينة اي وقت الفلو صاحبي تروحوا تطرحوا كوب كلاس الفوق شاح يجبدها وقت الفلو حطها هنا كوب كلاس نحي هذه تاع الفينيغريت وطرح هذيك هنا بيك يجوا الامهات ليه كش مش واحده من الامهات في طول هذا المترات كي ما كاينش الامهات لو ماكسيموم متر و60 متر و50 متر و50 ديما ديرها متر و50 ايه لا ايه ديما هذو الحوايج ديما تولي هنا مويدي ماشي شاري برك التجاره هذه تولي وليدي تولي ايه والله عندك الجنون تخدم معاه من الفوق هذاك الزبير الزبير يخدم مع الجنون الزبير كي يطرح سلعه يطرحها الفوق والله كيما نهضر معاه نشكيت فيك شمع عندنا كيسير الفوق قاعد وراه كي اسمع الزبير اللي كيطرح السلعه يطرحها الفوق ايوا عندهم يمون ديالو ساكن الفوق وراه كيسير تاع الفوق هذا يرحم والديك ها تاع الدوزيام ايطاج هذا وين راح حوسوا معايا والله والبارح قاعد نخمم فيها يا قطيم ها والله غير ساعه ساعه يعني سمحوا لي ساعه ساعه لان نخرج على اللايف انا عندي واحد يخدم معنا يقولوا له الساسي يطرح السلعه غير الفوق مثلا هذه 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 يطرحها الفوق كي تقول له الساسي يكرم من طرح مليحه يقول لك مليحه يطرحها غير الفوق
انا شكيت فيك شما كاين كيسيان الفوق يسلك. اسمع اسمع اقول لك ثم مليحه هي مليحه ثم. قال لي نبيل 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 الكيرد واش قال لي والله كيما نهضر معاه قال لي لازمك تسكر الحانوت على الخمسه. قلت له ليه؟ قال لي من الخمسه ونص وروح. قال لي راهم يبداو يجيو يشريو عليك غير الجنون. قال لك ما تعرفهمش انت. هي قال لي يجيبوا ولادهم ويجيو. قال لي بانوك انسان. الزوبير اسمع الزوبير الزوبير راه طريت ونسر كي قلت له كي قلت له انا سكرت على الخمسه. وقال لي وقال لي نبي يو قلت له هذاك هو شيخ. قال لي اسمع قال لي ما تحلش قبل الفجر. قال لي راه ملي يجيو تجمع قبل الفجر هذوك كل قال لي راهم يجيو راهم تاع قال لي هذوك كل يجيو تاع العالم الثاني يا راجل الشيطان. قلت له كيجي هو قال له ما تجيش تحل قبل الفجر. ها قدر له ها صبا عصابة كبير عصابة كبير الزبير هذاك. لا اله الا محمد رسول الله. ركزوا لنا على المقالي ركزوا لنا على المقالي. لا اله الا محمد رسول الله. كاين المقالي هذو بعناهم بالميزان. هنا احنا بعناهم بالميزان مي وشنهي سلعة في شبوب سلعة في شبوب سواء في لاكوم تاعهم يجيو قوم من تحت نعم السخانة كيما نقولوا احنا راهم يدومونديو حتى ل 360 دوغري. كاين هذو تاع الكيك هاي شويه دايره من الداخل تاع اربع بيضات زيت ثاني نفس الشيء. كاين واحد الموديل بلا هذا مانيش على بالي تاع واش تاع لي كريب بارازار هكذا هذا مانيش على بالي. عندي طلبيه الله يجازيك ماشي مشكل اختي ديري طلبيه في الماسنجر دوك نجاوبوك ماشي مشكل. الزيت عندنا المقله هذه 350 زيد هذا تا صاروخه هو هذا ودي بالعلى ما عندك شعر. هاني مديهمش هذو خباز. هو هذا ودي منهم في بالعلى ما كاينش وهذو ما عندكش وهذوك ما عندكش وهذا موس تاع الزبده والله ما تسعه. نتحداك نتحداك اذا كان عندك يحتاجوه الامهات في رمضان في رمضان اسمع وفي رمضان في رمضان او نوض بكري وحل مولا فطور. واذا عندي طلبيه ممكن وانا عندي طلبيه ممكن تفضلي مرحبا بك. راهو يقول لك باللي كثر من البارطاج ليكيب. دوك نزيدو نطرحو سلعه جديده ونزيدو نعاودو نوليو ليكم. دوك نطرحو مع بعضنا سلعه جديده ونوليو ليكم. السلام عليكم. ونعيطوا في الرقم وما يجاوبوش. صح بالفعل غلبتيني على خاطرك تليفون الاخرى وتكسر. يو يعني نقول لكم يا اخي تحوسوا على الصراحه يو لي هذه تاع شعبان جامي شتا في حياتي في حياتي شت لي مات تاع شعبان. قالوا لي نعيطوا في التليفون و قلت لهم تليفون وتكسر يعني كيما نقولوا هنا قدر الله ما شاء فعل لعله خير ان شاء الله. تسمى كيما نقولوا هنا لازم لازم شت المشاكل هذو لازم تغذاو عليهم كيما نقولوا هنا نقواو عليهم. الضربه اللي تجي لازم تغذاو عليها ماشي ماشي نخليوها هي تطيحنا. ونقولوا لهم يعني الجماعه اللي كانوا متمنين ان نسكروا نقولوا لهم الله غير يحبلك يحبلك بلا تلعب لي على النفسيه تاعي. انا حبيت نتيستي شكون اللي في اللايف شكون اللي يحبنا وشكون اللي ترى. انا جبت هم كل جبت واحد ال 500 تراس نظفتها نطوينا الصفحه وعاوننا اللي قلناه ونقعدوا نقصروا مع بعضنا باه ينقص شويه سينيال. هاكم تشوفوا ذوك اللايف هم ما نقصش ماكمش ملاحظين باللي اللايف ما حبسش مره. انني نسيب راك انني درت بث تجريبي على اللايف هم مطوهاني نعرض في السلعه بصح حبيت نتيستي اسكو اللايف يحبس ولا ما يحبش. بصح شفتوا كي نطويت الصفحه كيف حبست شغل كيما نقولوا حنا كانوا فيها كيما نقولوا حنا ناس مرضى قاعدين فارغين شغل دوروا يسيني علي دوروا يسيني ما خلينا ما خدم ما خلينا نخدموا تما اي تما لازم نديروا ساعه ساعه كيما نقولوا حنا اللحوي ماشي هكذا ونشوفوا طرش قدام كاين مرضى مريض نفسي نطويه. المهم دوك نشوفوا الصوره اللي راه حنا علينا عليها الفائز دوك ننزلها لكم. تحيه ناس المهم.